طبعا في كمان في امريكا، امريكا طبعا عندها اكبر عدد سجناء في العالم. عملوا بقى طريقه جديده جدا ان السجناء اللي هينزلوا ينظفوا السجن وهيخلوه نظيف والكلام ده هيتخفض لهم العقوبه على حسب عدد الساعات اللي اشتغلوا فيها في تنظيف السجن. فدي برضو حاجه كويسه طبعا، فكره حلوه. ونضاف بيحافظوا على نظافه المكان اللي هم قاعدين فيه والكلام ده كله.